يعني هنا نود أن نسأل عن نقطة الخيارات أو الخطوة التالية. ما هي الخطوة التالية التي ستقوم بها حركة النهضة الآن؟ أولا نحن متمسكون بعمل مجلس نواب الشعب، أن المجلس يشتغل خلال هذه الفترة وفق النظام الداخلي والدستور ووفق الإجراءات التي ينص عليها الفصل 51 في علاقة بالإجراءات الاستثنائية. هذا فيه رفض لقرار تجميد المجلس. ولكن سنواصل كيف عمل المجلس. عمليا سيد بالقاسم، كيف يمكن تطبيق ذلك؟ الإجراءات الاستثنائية هي عن بعد، عندنا احنا قرار لعمل المجلس عن بعد بالتطبيق. وإذا كان هناك حجر ورفض سيكون هناك تعسف واستبداد، وهذا سيزيد التأكيد على أن الرئيس واضح جدا في خياره الاستبدادي وليس في خيار البحث على حل في أزمة لظرفية معينة، لأن الحل كان يمكن أن يكون بالإبقاء على الحكومة وبالإبقاء على عمل مجلس نواب الشعب وبتقديم كل الجهود الخاصة بمجابهة وباء الكورونا وكذلك الوضع الاقتصادي والاجتماعي. أما اليوم فسيتعطل كل هذا الأمر، ولا نعتقد أن هناك معجزة ربانية سوف تحصل للأستاذ قيس سعيد في مجابهة الكورونا، وهو الذي كان يحتكر الكثير من الدعم الذي تلقاه تونس لكي يقدمه باعتباره رئيسا للدولة التي يقول دائما وابدا أنها الدولة واحدة، فهو جعل منها دولة رئاسة الجمهورية، دولة رئاسة الحكومة، دولة مجلس نواب الشعب، دولة المؤسسة العسكرية، هو جعل من تونس دولا.